أتدري أيها الحكيم، يعتريني بعض التفاؤل حين أرى سقرذيس وقد انتابه القلق. أصبت أيها الحكيم، الأيام تمضي وما من أخبار تأتينا من قصر التبع الحميركي. أشعر وكأن الطريق حتى بلاد بني الأصفر غير سالك. وهل كنت تتوقع النتائج بسرعة أيها الحكيم؟ أرى أن نضع بالحسبان أننا أمام خصم عنيد صمم طويلا لإخراجنا من هذه البلاد. على كل حال، لدي ما يمكنه أن يزيل التوتر عنك. جهز نفسك لزيارة أحدهم في الصحراء. كنا ننتظر قدومك علينا أيها العجوز، أما كان من الأجدر بك أن تمر بنا بمجرد عودتك من قصر ذي يزن؟ خططكم تكللت بالنجاح أيها الحكيم، والخطط المحكمة لا تستدعي القلق ولا حتى المرور بكم. لتلميحك، هذا رائحة عربية لم أتبين ماهيتها بعد أيها العجوز. لرمال الصحراء رائحتان لا ثالثة لهم، رائحة حليب النوق ورائحة عشبة الشيح، وما خلا ذلك فلا بد أنها الجيفة القذرة. ما كنت أرسلتك إلى ذي يزن لولا ثقتي ببلاغتك وجودة تعبيرك. على كل، كان عليك القدوم إلينا لنيل مكافأتك. مكافأتي نلتها أيها الحكيم، خسة ووضاعة وعذاب ضمير. دع حليب النوق جانبا وكلمني، لم أدرك قصدك بعد أيها العجوز. لحليب النوق ولحمها خصائص ومزايا لا يدركها من لم يتناولها أيها الحكيم. النخوة أيها الحكيم، النخوة لا يدركها إلا من شرب من حليب النوق. آمل أن تكون قد أدركت ماهية الرائحة الغريبة يا سقرديس. اسمع أيها العجوز الخرف، لو خطر ببالك أنك ستفلت من يدي سيف أرعد بعد أن أدركت سرا من أسراره، فهذا تأكيد لي بأنك بلغت في خرفك. أهو تهديد صريح أم وعيد بما يمكن أن يجري لي إن بقيت على خرفي هذا؟ أنت ناكر للجميل، أعطيتك أضعاف ثمن النوق ووعدتك بمكافأة إن كللت مهمتك بالنجاح، وها أنت تلقي بكل هذا خلف ظهرك. وبعد أيها الحكيم، ألم يجف حلقك؟ أيها الحكيم، عليك بحليب النوق فإنه يطفئ الظمأ ويرطب العروق. أنا عن نفسي سأهرب في أي لحظة تتاح لي، بل سأبحث عن هذه اللحظة حتى لو كانت داخل كومة قش. وإن أمسكوا بك تدلهم علينا جميعا أيها الجبان. إذا تبقي هذه اللعينة في حوزتك أيها الشجاع.
هلا قرأت علينا ما جاء في خطابكم هذا أيها الرجل؟ نفذ ما طلبه منك المستشار يثرب. أعلم أيها الرجل أنك لن تخرج من هنا حتى تبين لي ما جاء في هذا الخطاب. اقرأ. أنا لن أقرأ إلا بين يدي الملك. لا تعاند في هذا أيها الرجل، ما أنا إلا أحد المخلصين جدا الذي يزن. فهلا بينت لي ما جاء في هذا الخطاب؟ أعرف ذلك يا سيدي، ولكنها أوامر بحر. لكن الملك ذي يزن خارج حدود القصر، فهل ننتظر رجوعه فيحدث ما لا تحمد عقباه؟ من بحر قفقان مستشاري أكسوم إلى ملك مشرقنا المفدى ذي يزن، اعلم أيها العتيد أنه لما أدرك مجلس السيف أرعد عدم جدوى مواجهتكم بالقوة، عمد وبدافع من حكيميه سقرديس وسقرديون إلى حياكة مكيدة وضيعة ضدكم، فدس خيوطها في الهدايا والعطايا التي أرسلها إليكم، هدفه منها النيل منكم، فأرجو أن تحرص لهذا يا ملك الزمان، مع تمنياتي لكم بمجد عظيم. خادمكم المخلص بحر قفقان. ماذا يعني كل هذا أيها الرجل؟ الكلام واضح ومفهوم يا سيدي، خيوط مكيدة مدسوسة في العطايا والهدايا، هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ اسمع يا خادمكم نصوح يا سيدي. اسمع يا نصوح، إني أقدر حرصك على كتمان ما جاء في الخطاب من أسرار، وإصرارك على البوح بها لذي يزن وحده، لكن والحال هذه ليس أمامي سوى خيارين: إما أن ننتظر رجوع ذي يزن من رحلة الصيد والتي لا يعلم أحد غيره كم ستطول، وبالتالي ستكون الفأس قد وقعت على الرأس، أو سنضطر إلى قطع لسانك من جذره ثم نشرحه فنخرج ما نريده من أسرار. لا 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 لا، لا تزعجا نفسيكما، سأتكلم يا سيدي سأتكلم. وأنا أسمع. لقد جعلتك تنتظرين طويلا، اعذريني يا قمرية.
نشرب الشراب أيها الهمام. نشرب. أيها الملك الجليل، أيها الملك الجليل، الأمر عاجل يا مولاي، ولا مجال للتأجيل، أرجوك أن لا تقلقي، سأعود في الحال. الأمر بغاية الخطورة يا مولاي، أرجوك أن اعذرني يا مولاي على إلحاحي، لكنه أمر لا بد أن تعرفه. وما هو الأمر الذي جعلك تقطع علي خلوتي أيها السمج؟ هل أعلن نفير الحرب؟ بل ما هو أفضع من ذلك يا مولاي، اقرأ بنفسك يا مولاي. مكيدة، أشر علي يا مولاي، أشر علي. القلق والتوتر قد شلا تفكيري. انفض رأسك في الحال يا يثرب، الهدايا تقلبها رأسا على عقب، الخدم والجواري تسلخ جلودهم. لن يطلع عليكم نهار جديد إلا وقارورة السم في كفي أو أسلخ جلودكم بنفسي. تحرك أيها الحرس. هيا هيا. اسمعوني جيدا أيها الغلمان، إن ما رأيتموه حتى الآن لا يساوي شيئا أمام الآتي. أقسم إن رؤوسكم هذه لن تمكث طويلا فوق رقابكم إن لم تقولوا ماذا حشى الهدايا أرعبكم. هيا قولوا ماذا تخبئون قبل أن ينفد صبري. ألن تنحل عقدة لسانكم؟ إذن فقد أعذر من أنذر. Ah!
فتشنا في كل ثغرة من أجسادهن ولم نعثر على شيء يا سيدي. إذن تسلخن عنهن جلودهن، فربما كنا يخبئن شيئا تحتها. ما رأي صاحبة هذا الوجه الجميل حين يتشوه؟ أتغسل إليك يا مولاي، أنا لست بجارية أو محظية، لقد جلبت إلى هنا عن طريق الخطأ. كلكن دخلتن المكان خطأ. هيا. الموت للخونة، 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 الموت للخونة. حجارة هذا القصر رفعتها حجرا حجرا بيدي، ولن أسمح لأحد بأن يمس واحدة منها أيها الملك. فليرمى الغلمان والجوار في البحر ما داموا يحملون إلينا الموت. الموت للخونة، 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 الموت للخونة. جلالة الملك الهمام ذي يزن. هل من جديد أيها القائد؟ للأسف لا جديد أيها الهمام. تمهلهم حتى صباح الغد يا عتيد، فإن تكلم أحدهم أطلقتهم أحرارا، أما إن بقوا على ما هم عليه تخرجهم إلى من هم أشد منا فتكا، إنهم ينتظرون خروجهم بفارغ الصبر. وكان يا ملك الزمان أن حل في بلاد الحجاز قحط عظيم وغلاء جسيم، فغادر قفقان وابنه بحر البلاد قاطفي عين الأمصار والبلدان حتى وصلا مملكة أكسوم في بلاد الأحباش. فطاب لهما المقام وتعلم سيد بحر لغتهم، فأصبح له عندهم مقام عظيم، فتزوج من بنات كبار ملوكهم وأصبح مستشارا كبيرا. ولكنه يا مولاي لم ينس يوما أصلها، فكان دائما الشوق والحنين إلى مسقط رأسه بلاد الحجاز. قد غلبته النخوة يا نصوح، أقسم إن الدماء التي تجري في عروقه ما زالت تنضح بالكرامة والشهامة والمروءة. ولكن قل لي، ألا يخاف من في مقامه اكتشاف أمره؟ وكيف يدخل الخوف إلى قلب العربي يا مولاي حين يهب لنجدة أخيه؟ اسمع أيها القائد، احرص على إيصاله حتى شواطئ أكسوم ودون أن يراه أحد، سلامته وسلامة بحر تهمنا، رفقتك السلامة. هل لديك ما تقوله؟ امرأة يا مولاي وجدت خطأ بين الجوار اللواتي أهدين لكم، أقسم إنها حرة لم تسبى أو تسترق. أعطيه تلك المرأة يا يثرب. أمرك أيها الجليل، ولكني أرى في هذا خطرا عليه وعلى بحر قفقان.
من المؤكد أن بحرا عرف كيف يحتاط لذلك. أوصلهما حتى شاطئ البحر. سمعا وطاعة يا مولاي. شرط ألا تعود المرأة للخدمة في قصر أرعد يا نصوح. أعدك بذلك يا مولاي، لن تعود للخدمة في القصر مهما كانت الأسباب. قل لي، هل تحب هذه الفتاة؟ بل أحب أختها نشوان يا مولاي. إذن أبلغها تحياتي ولبحر محبتي الخالصة. رافقتكم السلامة. نصوح، أبلغ سلامنا ومحبتنا الخالصة لبحر قفقان. حاضر سيدي. رافقتكم السلامة. أرى أن نعود إلى القصر يا ملك الزمان، فأمواج البحر هذه لا تثير في إلا الخوف والقلق. استنتاج منطقي أم من تداعيات الحكمة أيها المستشار؟ لم أفهم يا ملك الزمان. حكمتكم التي أشرتم بها لما لم تثمر أيها الحكيم؟ أتعرف مما أخشى الآن؟ أخشى أن يكتشف أمرنا فيصير الحميري إلى ذئب جريح. ولا عجب حينها إن رأيته ينتظرني في مجلسي شاهرا سيفه يوجهه إلى نحري. لا أنكر ما أنت عليه من مكر ودهاء أيتها الرقطاء، ولكن فاتتك الفطنة فوقعت سريعا. بقي أن أخبرك بأني توسلت إليهم كثيرا حتى سلموني زمام أمور تعذيبك. أيتها الجميلة، سأجلب بعض الماء. أرجو أن تسامحني يا نصوح، كدت أسقيك من كأس العذاب. هذه حال الدنيا، من عذاب مر
إلى عذب فرات. هنيئا يا نصوح. شكرا. هذا المكان جميل، أراه عاديا أسوة بأماكن أخرى من هذه البلاد. ربما. القمر يا نصوح، القمر يطفي الجمال على كل شيء، ولا يبقى لنا إلا أن نتواصل معه حتى نشعر بجمال الأشياء. هذه حالكم أيها العرب، تبرعون في وصف الأشياء، بل وتكتبون الشعر أيضا. أقسم لو كان سيدي بحر هنا لبدأ بكتابة الشعر مباشرة. وهذا دليل على أنه عربي المولد. أجل أجل، أما أنا يقال إن جدي الرابع قد هاجر من بلاد الشام. ويبدو لي أن هذا ما جعلني أتردد في تعذيبك. وبعد أيها الطبيب، وبعد، أما أنا لهذه الصدمة أن تزول؟ الويل لي، الويل لي، أنا من عجلت في حدوث هذا، لكن كان لابد من ذلك. أرى أن تغادر المكان أيها المستشار ما دمت لن تستطيع ضبط نفسك. حسناً حسناً أيها الطبيب، سأحاول ضبطها. أشعر وكأني ولدت من جديد، ولكن لما فعلت كل هذا؟ أقصد كان يمكن أن تطلب شيئاً ما لنفسك، أموالاً تشتري بها حريتك مثلاً. أدفع مالاً وأشتري حريتي، ومن ثم أبحث عن عمل من جديد فأسترق ثانية. إن كنت تقصدني بهذا فأعدك بأني لن أعود للخدمة حتى لو مت من الجوع، وسأعمل على إقناع أختي نشوان بهذا أيضاً. اطمئن. ها؟ ما الحال الآن؟ هيا فلنتابع المسير.
رافقتكما السلامة يا نصوح، ولا تنسى أن تبلغ بحرا سلاما خاصا من أخ له يتمنى رؤيته. لا عليك أيها القائد، أما بخصوص قبلاتك سأنقلها قبلة قبلة. إذا باليمن والبركة يا نصوح. أما أنت فما توقعت منك هذا الصمت؟ كنت أنتظر منك أخبارا عن تلك المؤامرة التي حيكت ضد ملكنا. أي شيء قد يفيدنا ما دمت كنت معهم طول الرحلة؟ اعذرها يا سيدي، كانت في وضع لا تحسد عليه. معك حق يا نصوح، وبصراحة لم أكن أملك شيئا جوهريا يفيدكم، لكني أستطيع القول بأن لا تأمن أبدا لأي كان ممن عركوا سوق النخاسة، أقصد الجواري والغلمان الذين بيعوا في سوق النخاسة مرات عدة. إنهم على الأغلب يا سيدي يمتلكون ميزات خاصة تهيئهم لعرضهم في السوق. خذ هيلان مثالا على ذلك. إذن لنا أيها القائد. وجه أصفى من البدر وأرق حتى هذه اللحظة، سنرى كيف يصير حين يلدغك هذا. اللعنة عليك من ثعبان. حمدا على سلامتك يا مولاي. إلى أين أيها الهمام؟ أين يثرب؟ في الحال، في الحال يا مولاي. ما يطيب خاطرك يا مولاي؟ جعلتها تذوق من العذاب ما لم يذقه أي معاقب آخر. لم يبقى أمامنا سوى لدغة الثعبان. لا يحيل أنا له. أجلي هذا ريثما نأخذ إذنا من ذي يزن بذلك. أرجوك يا مولاي دعني أفعل ذلك. قلت لا يحيل أنا. لا أستطيع تخطي الحدود المتاحة لي بتعذيبها. إياك أن تبالغي فيه، لأنه إن حصل لها مكروه فلن ننتهي. ألا أحد يطمني على ما يحدث في الداخل؟ أكاد أفقد عقلي يا رجل. أخفض صوتك، كنت تودي بنا. لقد انقطع صوتها يا مترديس، انقطع صوتها، ألا تدرك معنى ذلك؟ أخفض صوتك. إن كانوا قد أوقفوا عنا تحقيقاتهم بالأمس فهذا لا يعني أنهم قد تخلوا عن الفكرة. هل جننت حتى تقودني إلى مشارف الزنزانة؟ من المؤكد أنها ماتت يا مترديس، ماتت. قلت لك أخفض صوتك. سيدي، سيدي الملك الجليل يا سيدي. ماذا؟ لقد نهض للتو. أيها الغبيان، لقد باتت تحركاتكما تثير قلقي. حركة أخرى وأخبر الحراس. انتهينا. حمدا على سلامتك أيها الملك الجليل. قل لي أيها المستشار، أمرك يا مولاي. قمرية أين هي الآن؟ اطمئن يا مولاي، لقد ذاقت ما تشتهيه من صنوف العذاب وما لا تشتهي.
ماذا تقول؟ أجل يا مولاي، أرى ألا تجهد نفسك بالكلام ولا تشغل بالك بتلك الأفاقة أبدا. هلا أخرجتني إلى الحديقة قليلا. حبا وكرامة يا مولاي. ابقوا هنا. جلالة الملك، ما ما يشغلني الآن أسئلة أود طرحها عليك يا يثرب. تفضل أيها الجريء. ما أريده منك أن تجيبني باقتضاب، وأرجو ألا تتجاوز إجابتك كلمة واحدة، نعم أو لا. تكلم أيها الجليل، تكلم، فقد أقلقتني. هل عهدتني مقصرا بحق الرعية؟ على العكس أيها الجليل، ما عهدنا منك هذا حتى في أحلك الظروف. أجب بنعم أو لا يا يثرب. كما تشاء أيها الجليل، تكلم. هل عهدتني أتصرف بأمر شعبي بعكس ما يحب ويكره؟ اعذرني أيها الهمام، الإجابة هنا لن تقتصر على كلمة نعم أو لا. لم أحد في حياتي، بل ولم أسمع قط، الراع قاد رعيته بمثل سماحتك وحكمتك يا مولاي. لقد أرحتني أيها الطيب. لكنك لم تفصح بعد عن شيء. ما هذه يا مولاي إلا أسئلة اعتيادية تسألني إياها كلما ضاق صدرك. صدقت أيها المستشار، الحكاية الأفضل أن تنقلني إلى المجلس وترسل في طلب الأطباء. حبا وكرامة يا مولاي، تفضل.